قائمة الاتهام؟ الاشتراك في حوادث قتل وشروح في قتل وتدمير المباني وحمل المفرقعات والانضمام إلى عصابة من القتلة. انت عضو في عصابة يوسف. انا عضو في جبهة التحرير الجزائري، وانا بأدي واجبي كجزائرية، ومش هتكلم من غير محامي. انا هنا المحامي بتاعك. مين قالك كده؟ المحكمة عينته. انت معترضة عليا ليه يا متمازيل؟ انا ارفض انه يدافع عني محامي اختاروه خصومي. انا منتظرة محامي من باريس. المحكمة ما عندهاش وقت الانتظار، وطلب التأجيل يوم ورفضنا. ما دمت مش معترفة بالمحامي اللي عينته المحكمة، يبقى كل الاجراءات باطلة والدفاع جزء من الدعوة. مش ده القانون؟ انت هتعرفي القانون قدنا؟ انا افهم في القانون قد ما تعرفوه، بس مش زي ما بتفهموه. اتفضل يا استاذ. ادي المحكمة هي اللي بتدير الجلسة مش المجرمة. من فضلك، انا ما ثبتش عليا اني مجرمة، فازاي تحكم عليا قبل انتهاء المحاكمة؟ ما تتكلميش من غير اذن، ارفعي ايدك اولا. مش قادرة، ايدي مشلولة من التعذيب، والقانون يجبركم انكم تحققوا اولا مع اللي عذبوني. كل التقارير الطبية دي بتقول انك ما تعذبتيش. انا تعذبت قدامك واستجوبتني انت وانا بتعذب. التقرير اهم من كلامك، من فضلك ما تعطليش سير العدالة. ما تتكلمش عن العدالة، لان العدالة اللي انا قدامها مش عادلة. زيادة طول بالجلسة، المحاكمة هتستمر مهما كان موقف المتهم. انا ارفض المحاكمة واسجل عليكم انكم بتضيعوا كل حقوقي، وده مش حق سياسي او حق وطني، انما انا بتمسك بمجرد حق من حقوق الانسان. ما تقدرش تمنعني من الكلام، لان احنا هنا لنا حقوق متكافئة. انا هسكتك بالقوة، لكن مش هتقدر تسد اذان العالم. سموا دي محكمة. نادي بو عزة شاهدة الإثبات. بو عزة شاهدة الإثبات. بو عزة، أنت قلتي في التحقيق إن جميلة أبو حريد كانت بتقتل الأهالي الفرنسويين، كده ولا لأ؟ ردي بو عزة. أيوه. سجل إنها قتلت فعلا، سجل. أيوه. لا تقولي ايه؟ تقولي ايه؟ لا فاكر ان ما عملوش فيا حاجة. لا فاكر ما عملوش فيا حاجة، ما ادونيش حقن خالص، ما ادونيش حقن خالص. الدفاع له اي اسئلة؟ لا يا سيادة الرئيس. لا ازاي؟ بعض شاهد اثبات ضدكم مش ضدي، شاهد اثبات على افشع جريمة في تاريخ الانسان، جريمة تشويه خلق الله. ما حدش يملك الحق في اهانة البشر، لا في جسده زي ما عذبتونا، ولا في روحه زي ما عذبتوا نفسكم. قلنا ما تتكلميش ما دام المحامي بتاعك موجود. انا مش معترفة بالمحامي ده. عامل لك ايه؟ ما حدش راضي يدافع عني فيه. أنا مستعد أدافع عنها، وحيدافع عنها كل اللي بيحبوا العدالة واللي بيحبوا الحق. أنت مين؟ ثم إزاي تقحم نفسك في الجلسة بالشكل ده؟
افتكر انت بالذات تعرفني كويس لاننا كنا زملاء على ما اظن. وجه كلامك لرئيس الجلسه. انا جاك فرجيس المحامي من باريس، وانا هنا للدفاع عن جميل ابو حريد بدل زميلي متر امبلار اللي استبعدتوه بالقوه. يا خذ المعذور. أنا يظهر إن أنا أخطأت المكان. مش ممكن تكون دي في يوم من الأيام محكمة. أنا متصور إن إحنا في غابة وشايف الوحوش قدامي عايزين يلتهموا الفريسة. أنت دلوقتي بتهين المحكمة. ثم أنت ما عندكش توكيل على المتهم. من جهة التوكيل المتهمة قدامك أهي. اسألها. اسأل هذا الوجه اللي تخلت عنه كل معاني الحياة. ادوها فرصة للتفكير. يمكن تفتكرني أنا كمان عدو تاني. جميل أبو حريد. تقبليني ادافع عنك؟ ايوه وارحب بيك واشكرك. يا سيادة المدعي العام في كلامها ابلغ توكيل. اما زميلي المحترم ارجو انه يروح ويريح ضميره. انا حدافع عن المتهم. ارجو من هيئة المحكمة انها تخليني اكلم موكلتي على انفراد. طلبك مرفوض. إن كنت عايز اطلع على محضر التحقيق ودراسته ما تاخدش أكتر من 5 دقايق. ده كلام ده عمره ما حصل في تاريخ القضاء يا حضرات السادة. أنتوا بتلعبوا شطرنج؟ لا، أنتوا بتحكموا روح بشرية. وإذا كانت المقادير رمت بمصيرها بين إيديكم فيجب أنكم تقدروا المسؤولية. يا أستاذ فرجية أرجوك يا بنتي. اللي انت عاوز تسمعه مني على انفراد هقوله لك قدامهم. لا يا استاذ فرجيس، قبضوا عليا والرصاص في كتفي، وفي المستشفى ابتدوا يضربوني وجراحي بتنزف. ما تكلميش من غير اذن، قلت لك ما تكلميش، اخلصي. وبعدين جردوني من ملابسي وهددوني بالعساكر. تخصصهم في الاعتداء على الجداريه. المحكمه ما سمحتلكيش بالكلام. هتطردك بره اذا استمر حزيانك. اتكلمي، انت هنا بتحت العداله، مفيش قوه في العالم تمنعك من الكلام. اتكلمي اتكلمي يا بنتي. قلبوني عريانه وحطوا الكهرباء، حطوا الكهرباء في ودني وفي انفي وعلى سري. مناقشة الشهود. أي سهول يا متر؟ جان السجان في سجن بربروسا، والدكاترة اللي كتبوا التقارير. جان السجان انتحر لأنه خاين. اللي انتحر هنا القانون، الضمير. طب والدكاترة؟ انتحر هما كمان؟ الدكاترة ما يقدروش يتكلموا هنا. اشمعنى؟ اشمعنى؟ لأن ده سر المهنة، سر المهنة. أنت عايز تخالف القانون؟ هي كل الجرائم ترتكب باسم القانون؟ أنا أطلب من هيئة المحكمة إنها تكلف طبيب تاني يكشف على المتهمة، ده من حق الدفاع. عندنا تقرير كفاية، بلاش تضيع وقت المحكمة. القانون يجبركم على قبول طلبي وتأجيل الجلسة. تأجلت المحاكمة لبكرة الساعة 7 مساء، بس لازم تعرف إن جلسة بكرة آخر جلسة وفيها هيصدر الحكم. عايز حاجة تانية؟ أيوة يا سيادة الرئيس. أنا أطلب من عدالة المحكمة إنها تحافظ على حياتي، لأني مش عايز انتحر على الأقل لغاية بكرة.